السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد هارون من شركة بروج العقارية. اليوم راح نصور لكم شقة في مجمع مميز في منطقة كاش أستو. الشقة طبعا من 3 غرف صالة، مساحتها 180 متر مربع في الدور العاشر في الببلة اللي خلفي الآن. طبعا نتكلم عن المميزات المتوفرة داخل المجمع، لأن الخدمات المتوفرة عندنا موقف سيارات مفتوحة ومغلقة، بالإضافة إلى جلسات خارجية وألعاب أطفال ومساحات خضراء أيضا. تفضلوا معنا نشوف الشقة على أرض الواقع. بسم الله، الآن وصلنا الدور العاشر. الآن احنا عند أمام مدخل الشقة. طيب أول شيء قبل ما ندخل الشقة، عندنا على اليسار هنا دولاب مخصص للأحذية الله يكرمكم. بعدها نشوف داخل الشقة، عندنا على اليمين زي ما انتم شايفين جهاز الانترفون نظام الكاميرا، بعده دولاب المدخل اللي ممكن نستخدم فيه العبايات أو الجاكيتات هذه. بعدها نتوجه للصالة، تفضلوا معنا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة كبيرة للصالة. طبعا الصالة مقسمة لقسمين، عندنا الصالة هنا المجلس، وأيضا في الجزء الثاني نشوفه بعد شوية مكان طاولة الطعام. ما ننسى أيضا إطلالة الشقة من الصالة، إطلالة جميلة على الطبيعة وعلى البحر أيضا. هنا عندنا مكان التلفزيون، قاعدة التلفزيون زي ما انتم شايفين مسوين ديكورات خاصة، لون بويا ايضا خاص الدهان. هنا نتوجه للبلكونة، تفضلوا معنا. نشوف اطلالة البلكونة، من هنا الاطلالة تصير اوضح زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اطلالة جميلة على الطبيعة وعلى البحر ايضا. طبعا الاطلالة هذه ان شاء الله مضمونة، ما راح تتقفل ان شاء الله. الآن عندنا المنطقة هذه زي ما انتم شايفين منطقة لطاولة الطعام، هذا ما بين المطبخ والبلكونة. نشوف المطبخ، تفضل معنا. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله دول المطبخ كلها راكبة، وفي لمسات إضافية للشقة. هنا عندنا مكان للجهاز التدفئة هو الكومبي أو الترمسفون إذا ما وصل الغاز. في ايضا زي ما انتم شايفين هنا مكان المهملات، سلة مهملات اضافية، يعني في لمسات حلوة ايضا داخل الشقة، بالاضافة الى مكان الثلاجة. الان نخرج من المطبخ، طبعا الابواب كلها ابواب المطبخ الجهتين ابواب سحاب زي ما انتم شايفين، تفضلوا معنا. هنا على يسارنا الغرفة الاولى زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة جيدة للغرفة، تقريبا 4×3 معقولة، بالإضافة جميع الغرف واصل لها تمديدات التكييف. نكمل. الآن عندنا هنا على اليسار مخزن، بعدها أيضا هنا في مكان ثاني للغسالة، وايضا هنا ممكن نحط مسحوق الغسيل والمستلزمات الغسيل. مقابلها على طول الغرفة الثانية، زي ما انتم شايفين ما شاء الله في زي ما ذكرنا في تمديدات تكييف جميع الغرف. والان عندنا البانيو الرئيسي، دورة مياه رئيسية.
وأخيرا نتوجه لغرفة النوم الرئيسية الماستر روم. ماستر روم ما شاء الله زي ما شايفين مساحة واسعة، بالإضافة لغرفة ملابس. نشوف غرفة الملابس زي ما شايفين هنا في الدواليب راكبة، بالإضافة إلى دورة مياه خاصة فيها. وما ننسى أيضا البلكونة الثانية للشقة، طبعا هذه بلكونة خلفية تكون. نشوف إطلالتها، إطلالتها تصير على داخل المجمع وأيضا جزئية على الطبيعة. في نهاية الفيديو أتمنى المحتوى يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وجميع التفاصيل والأسعار موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله.